السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيار 24 يتجاوز الالف جنيه واسعار الذهب تسطر تاريخا جديدا لها في مصر قفز اسعار قفز اسعار جرام الذهب اليوم هنقول جاء الذهب العيار ال 24 فوق مستوى ال جنيه لاول مره في تاريخه خلال تعاملات اليوم الاثنين بمصر وسط حاله من الاضطراب سادت سوق الذهب وأدت لتوقف بعض التجار عن التسعير وانتظار للاستقرار السوق ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء اليوم إلى مستوى 2091 جنيه هقولها تاني الذهب ال 24 2000 جنيه و91 وذلك بعد أن قفز سعر الجرام عيار 21 إلى 1800 وثلاثين جنيه ألف جنيه جرام الذهب واحد وعشرين في مستوى قياسي جديد مرتفعا بنحو مية جنيه مقارنة بما كان عليه مساء أمس الأحد وزاد سعر الجرام عيار واحد وعشرين بنحو 355 خمسة وخمسين جنيه منذ بداية الشهر الحالي فقط مقابل ألف خمسة وسبعين جنيه للجرام في نهاية نوفمبر وارتفع سعر الذهب بذلك بنسبة 130.2% الذهب في الذهب زاد 130 في المية منذ بداية العام الجاري وزاد سعر الجرام عيارة 21 بقيمة 1035 جنيه مقارنة بسعر 795 جنيه في نهاية عام 2021 دي نبذة كده يا جماعة خلي بالكم خلي ركزوا معايا وأشار وأشار على خروج سوق الذهب عن السيطرة في التسعير قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق من اليوم لمصراوي ان بعض التجار والمحلات توقفت عن نشر اسعار الذهب بعد الزيادات المتتالية والمتسارعة في الاسعار بعدما تخطى سعر الجرام 1800 جنيه وذكر نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي ان القفزات التي تشهدها اسعار الذهب تعود الى زيادة الطلب على الذهب في مصر مع توقف الاستيراد بالاضافة الى تحركات سعر الدولار في السوق الموازية وسجل سعر الجنيه الذهب مستوى قياس جديد له مسجلا 1400 1000 جنيه سعر انا قلت هنا يا جماعه النقطه دي سجلها سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب مستوى قياسي جديد له سجله 14640 الجنيه الذهب ب 14640 جنيه وهو اعلى سعر له في تاريخه مرتفعا بذلك نحو 1440 جنيه في يوم واحد مقارنه بمساء امس وهذه نبذه سريعه كده يا جماعه لغايه ما نجمع في الاسعار ونقولها لكم تاني في ميعاد تاني اول ما ان شاء الله نلاقي الاسعار موجوده ومتداوله باذن الله. نوافيكم دايما باسعار الذهب من الصاغه نفسها ولحظه بلحظه يعني ممكن اعمل خمس مرات ذهب خليكم معانا دايما في القناه ان شاء الله بنقول لكم بامانه وبنقول لكم بوقت بوقته والذهب طبعا متغير مش عارفين بعد نص ساعه ايه اللي هيحصل. فضلك اللي ما اشتركش في القناه اشترك في القناة وفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد وشكرا جزيلا لكم